بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني عشان نعمل مع بعض مربى البرتقال بالجزر في البيت، وان شاء الله طريقة جميلة جدا وهتعجبكم، وهنعمل مع بعض جميع انواع المربات. بس قلنا نبدأ معاكم بالجزر والبرتقال لحد لما بقوم بالسلامة، نكمل مع بعض ان شاء الله باقي المربات اللي نفسكم فيها كل الانواع ان شاء الله هنعملها مع بعض. مربى البرتقال ديت بتبقى برتقال بلدي، نجيبه من السوق كده صغير، شريته خفيفه ورقيق عشان يستوي معانا بسرعه زي ما انتم شايفين كده. في من ده هو برضو بلدي بس كبير شويه، بس انا بفضل البرتقال الصغير علشان خاطر يستوي بسرعه. والكبير ده برضو بينفع، وفي نفس الوقت ممكن ندخله عصير. بنحط مع البرتقال جزر. ليه الجزر؟ عشان يبقى مربى البرتقال بالجزر في نفس الوقت، مليان سكر طبيعي. احنا معانا السكر مش هنختار معانا برضه، هنحطه، بس السكر ده انتوا عارفين ان هو مهدرج ومسكر، فاحنا بنستخدم سكر بسيط ومعاه سكر طبيعي اللي بيطلع من الفاكهه زي الجزر. عارفين ان الجزر مليان بالسكريات الطبيعيه. انا بعمل معاكم النهارده كميه 10 كيلو برتقال على جزر، كل واحد بيعمل الكميه المطلوبه او اللي هو عايزها، بس انا بتكلم عن الكميه اللي انا بعملها. شوف احنا هتاخد معانا مقادير ايه. 10 كيلو هياخدوا 2 كيلو سكر، وهياخدوا معانا معلقتين ونص ملح الليمون، وده علشان خاطر ما يسكرش. هو تقريبا هيصفي لنا حوالي 9 كيلو، 9 كيلو ونص مربى، يعني تبقى كميه جميله احسن ما نشتري من بره. انتوا عارفين بره الحاجات بتبقى غاليه، وفي نفس الوقت مش مضمونه زي حد البيت. الجزر زي ما قلت لكم بيتقشر، البرتقال ما بيتغسلش عشان خاطر مش عايزين اي ميه في المربى علشان ما تعفنش. اخره بنبل الفوطه ونمسك البرتقال نفسها وبنلمعها من التراب بتاع السوق، لكن غير كده هي بتبقى نبدا نرص مع بعض الجزر. الجزر هيبقى تحت علشان ده يستوي بسرعه، هيعمل زي ميه، طبقه ميه تحت للبرتقال عشان البرتقال ايه يستوي. طبعا احنا لسه مخلقين مع بعض الجزر والخيار والبطاطس والحاجات دي، بس زي ما قلت لكم في الفيديو ان المخلل الجزر بينزل زي ما هو بيشرب، بعد ما بيتخلل بيتقشر كده كده وهو متخلل بيشرب ملح، لكن دوت حاجه ثانيه، دوت مربى فلازم الجزر يتقشر ويبقى مثل الشكل ده، مش محتاج نصيحه عشان خاطر الميه زي ما قلنا انها بتبوظ الايه. كده بنرص طبقه الجزر، عشان نبدأ نرص فوقها البرتقال. طبعا في انواع مربات كتير ان شاء الله هنعملها مع بعض، بس احنا قلنا نبدأ معاكم من ايه؟ الجزر والبرتقال. زي ما انتم شايفين
الملح الليمون والسكر، هبقى اوريكم هنعمل ايه مع بعض. بابا بص انا بشيل البتاع خالص. ما انا اقول لك حط بالراحه. وانت والله العظيم يا بهبد حياه المصر وقت عشان اكمل انضف فيه مش هي بابا خالص. هنعمل مع بعض بقى مربى فراوله، مربى جوافه بالبلح. طه بيقول لي عليها بس بصراحه ربنا مش مستوعباها، بس هي شكلها هتطلع جميل. كمان انتوا عارفين الاطفال في البيوت بتحب المربات والحاجات دي، بتبقى خفيفه على الفطار على العشاء. وانتوا عارفين ان انا معايا سمير ويوسف وان شاء الله سراب حبيبي جاي عشان اكله ومربى هو كمان. مش مانع ان مثلا عشاء خفيف فطار خفيف حاجات جميله في البيت وحاجات كلها طبيعيه نظيفه. عارفين ان الحاجه البيتي تبقى انضف من الحاجه اللي بتيجي من بره. انا بعمل وانا على اخري وتعبانه خلاص داخله على ولاده، فحتى مش قادره ان انا ايه اتكلم كتير، بس ان شاء الله اولد رغبتولي كده اقول بالسلامه واقول لكم سراب حبيبي مولود الجديد، يبقى نعمل مع بعض ان شاء الله اقوم بالسلامه احلى فيديوهات كده. خلصت وهتتحط على النار، على نار هاديه جدا 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 سهريه لحد اما تاكل في بعضها. واما اجي عند السكر وملح الليمون ابقى اوريكم احنا هنعمل ايه مع بعض. تابعوا كده يا جماعه. بعد ما خلص اهوت بقى متعصب وجميل وواقف على الشعبيه، بس طبعا سخن شويه فاحنا لازم نعبيه وهو سخن. ليه بقى؟ علشان خاطر كله يتناسق مع المفاجاه اللي قلت لكم عليها. ايه هي المفاجاه؟ طبعا احنا عارفين ان لو الولاد كلوا طعم واحد بس بيزهقوا، فاحنا عشان نحببهم في الحاجه ونديهم اكبر فيتامين سي ويبقى بياكلوه وهم مبسوطين وفي تغيير، فلازم نشكل دي على نحط أطعمة. وأنا المفاجأة اللي قلتلكوا عليها حطيت 8 أطعمة في المربى مربى البرتقال بالجزر، والثمان أطعمة دول عبينا واحدة اهوت أوريلكم كريمة البندق ودوت شوكولاتة، وهيبقى معانا كمان سوداني، وهيبقى معانا كمان بيف وهرويكم وأنا بحطه، سمسم وجوز الهند وقرفه وحبه البركه. حبه البركه طبعا احنا عارفين ان هي زي ما سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا ان هي شفاء من كل داء، الحبه السوداء شفاء من كل داء، فدي هتبقى حاجه كويسه لينا وفي نفس الوقت تدي طعم مختلف. واحنا عارفين طبعا ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من امراض الايام ديت كورونا والبرد والحاجات ديت، فحبه البركه مفيده، الفيتامين سي في البرتقال مفيد، وهنوريكم ازاي نشكل اطعمه جميله والاطفال ياكلوا وما يزهقوش، يبقى حابين الحاجه وهما بياكلوها. بعد كده نبدا مع بعض. ممكن بقى في الخطوه الاخيره دي هحتاج لمساعده طه هيعبي معايا، عشان احنا بصراحه انتوا عارفين ان انا حامل وتعبت، فهو طه هيعبي معايا واحنا ايه اكيد كلنا هنساعده واحنا بنحط الاطعمه وهوريكم. يلا تاني طه. طه معلش ممكن بس تساعدني في حاجه صغيره؟ ايوه قسم المساعدات اللي ما بتخلصش. معلش انا عملت مربى البرتقال بقى بالجزر. اه انا شامم الريحه بقى لي شويه اهو، وعشان خاطر ما تزهقوش منها فقلت ايه
هعملها بقطعمها. مربى البرتقال الشهيره بتاعتك. اه بصراحه ربنا ايه شكلت بقى هنا في سوداني في الزيت في سمسم في جوزه الهند في كرفه في دي كريمه البندق ودي الشوكولاته عشان ما تزهقوش. خلي الوقف وقتها وهنخلي برضو ساده يعني هنخلي برضو برطمان مربى البرتقال بالجزر بس من غير قطعمه كده شكلها هتعمل نفس الوقت عشان ايه؟ لان ما يطلعش. دول كده خلاص؟ دول كده خلاص. طيب. هنعبي. ده يوسف. هات لي الغوتشون بتاعتهم. اهي. طب هم دول لسه ده بيردوا لكن اللي هنعبيهم سخنين هنسيبهم طبعا يبردوا. خد وديهم على الرخامه بقى. اهو. ودي على الرخامه. ودي على الرخامه. خد اقفل. ان شاء الله اضمنش ولادي بصراحه ممكن يبردوا. على الرخامه يخلص وادوه على الرخامه مش الرخامه انتوا حاطين عليه طاير كويس ده طبعا هيتعبى سخن عشان ياخد الايه يلف في الاطعمه اللي انا هحطها اللي هي السوداني انت هتعملي كبير قوي ده بايه؟ نعمله مثلا جريل ملاحظ ان انت استفدتي بكل البرطمانات الفاضله اللي فيكم ايوه طبعا كويس نعمله مثلا بالسوداني ولا جديد؟ ده هنعمله سوداني مسكين ماشي طب نعمل قضيه انا ما بحبش البقع حطي طبق بقعك حطي غرفتين كده ولا ثلاثه اعملي قعده حلوه وعادي حتى لو البدل من بره فده طبيعي عشان البتاع اللي تمام مش كبير الدرجه ونرجع ننضفه في حته ولا حاجه سمير شوف انا جاي ماما ولا كده حلو قوي كده عملتي قعده كويس هو كبير وهيفرق كده بس طب كده مش لازم تنزلي بقى شويه من ده وشويه من ده حط بقى حبه سوداني سوداني بقى بس طبعا ده سخن زي ما قلت لكم ما ينفعش يتقفل على طول لازم يتساب لما يتهوى ويسقع وبعد كده بنقفله انت عامله نظام طبقات نظام طبقات بس لازم نحطه عشان خاطر يطرى السوداني وياخد ويدي في بعضه يبقى عامل زي المفتقه كده السوداني بيبقى فيها بيتحط وهو سخن عشان يبقى طريقه وترجع تبرد وتحطي عليه طبقه ثانيه من اللي جاي نوع ايه؟ سمسم اوكي ولا زبيب انت سمعتي بتقولي زبيب طب خلاص يبقى سمسم لا انت شايفه صح يا لا 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 خلي الزبيب ده يبقى برطمان بالزبيب كده لوحده بيبقى له طعم صح؟ انا بحب كده برضه صح؟ عشان بحب الزبيب لكن دلوقتي انت بقى ايه؟ ماشي السمسم مع السوداني جميل على فكره زي المفتح على فكره البتاع دي لازم تنزل في حاله ماء بسرعه عشان كده خلاص مش مستحمل السخونه جامده قوي عليك التالت عايز تترفع من على الحلم في طبق انا جايب لها طبق عشان كده في الطبق مش طبق في الطبق اوكي احنا وصلنا لفين تمام كده نوزع كده طبق هو هي السخونيه اللي بتاعت غصب عنها طيب اوكي ما يشغلكيش باللي يقع بقى انت عندك كده لا ما اللي يقع كده كده هنضفه بس كده على ما اعتقد ان عملنا كميه تقعد معانا سنه كامله واطعمه مختلفه يخلي العيال ما تزهقش وفي نفس الوقت ايوه جميل حابين بقى ياكلوها بالمعلقه ماشي سندوتشات ماشي حاجه بتسد في البيت وفي نفس الوقت ايه مفيده عشان فيها فيتامين سي قوي طبعا وما تزهقهمش عشان فيها اطعمه مختلفه انا ما اعتقدش ان في حد بيبيع مربى برتقال بالجزر بالاطعمه الكتير الغريبه والسوداني هنا هو باين والسمسم باين يا عسل يا عسل دي الحلاوه بتصفر ندي كده طبقه سوداني تاني ولا لسه طبقه سوداني هنزل بيهم كله طيب اوكي بس بقى استني بس زحمه بس طبقه كمان طب كده عايزين كمان طبقة سمسم في الآخر كده إيه مسمسمة خالص في الآخر دي في الوش بقى بص ما شاء الله متعصبة بتنزل عاملة عاملة مش عاملة زي عاملة زي المربى عاملة زي المربى عاملة زي المربى أيوة لما هي مربى أصلا على أساس إن هي مثلا إيه لا بس النشا اللي حطيتها لفتها صح لا جميلة بصراحة فكرة النشا بتاعتك دي انت خبيرة مربات يا نوري ايوه احنا هنعمل بقى كل جديد ده لسه بقى المربات بقى اللي هنعملها لكم بس
تولدي بقى في مرحله كده ان شاء الله فراوله بعد ما تولدي بعد ما الصوره تيجي بعد ما مش هتحطي حبه على الوش ولا خلاص كده لا كده تمام اختميها ماشي 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 والله ما هزعلك يا بابا ما يبقاش فيها هوا بص يا اولاد حتى وجود وجود الاب معانا واحنا بنعمل الحاجه هم شغالين ومطلعين عين ومبسوطين ازاي وبعدين بتعملوا لا والله مش طلعين عينك ولا حاجه ايوه احنا مبسوطين ان انت لممنا طب يلا بقى الحاجات دي لازم تنزل تقيلة قوي هي كده احلى عشان تبقى متعصبه وماسكه نفسها وملح الليمون كمان يخليها ما تغسلش صوابعك ليه طب سيبيني انا اوديها لك على الرخام استني انا هشيل اهو اوبا بسم الله الرحمن الرحيم ده يدخل بقى في صينية مية ساعة؟ اه ايوه ما هو سمير حاطط الصينية ليه؟ اه صينية مية ساعة عشان يبرد خالص وبعد كده يتقفل ويتكتب حط بقى طبعا سمير معقولك وانت بقى ايه؟ نوقفه هنا لوحده ماشي طبعا اه ده مولع ونضفه براحتك بقى وشي خده ده بالبرد بتاعك هناخد اللي بعده مع بعضه تحفه هناخد اللي بعده نعمله ده مثلا بالايه دوت بالقرفه شمشم قرفه اوكي هات القرفه القرفه يا ولد حط طبقه قرفه شايف كده مشيش انا ما هو يمسك وتاكد انه يمسك قلت له انت بتقول بالبق وبتسيبها له تقع لا والله ايه البرود ده قلت له هو ما تديله يمسكها هي الواحد طيب ما نشوف عايزه ايه عيد الكوبليه بتاع القرفه ده كده هنحط طبقه قرفه انا حطيت طبق اهوت من المربى نحط القرفه في النص بس مش كتير هي كده كده لسه هتضرب الريحه فيها كلها نحط طبق تاني بعد كده ننزل الطبق التاني انت عامله نظام طبقات اه خطة صغيرين على الوش تمام كده معلش بقى تعبك معايا عشان انا ايه مش هقدر اقول معاك كتير ناخد كمان واحد حبة البركة اوكي خلاص كده القرفة اه خلاص وهنشوف برضو في الاخر لو متبقى كمية كبيرة ممكن بقى نزود في الأطعمة زي ما انت حابب اصبري تحط بقى حبة البركة خلاص هزيه هزة عشان هزيه في ايدك هزة قبل ما تحط هزي كده هزة عشان البتاع يبات في ايوه لازم التكة بتاع الصلاة دي ايه جميلة فكرة حبة البركة اه بس حتى شكلها يعني لو خليك هنا انا بدل ما بس يبقى برتقال بكذا وكذا وكذا هو انت شكلتي سوداني على سمسم اللي هو الكبير قوي ده بس جميل
الحط يفضل مفتوح ويبرد بعد كده هنقفله شويه كمان ما بحبش يبقى فاضي ماشي هنقفله شويه كمان جود مان جود مان بعد كده هنعمله ايه؟ احنا عملنا السبيب يبقى هنعمل جوز الهند لا انا عارفه المعلقه الصغيره احسن عشان ده هيبهدل جامد قوي بس المعلقه الصغيره ماشي عايز يبقى في طبق علشان ما يوقعش تحت ماشي اللي في الطبق يرجع تاني الحله لكن المكسرات اللي تقع جوه دي بتتم اوعى ايدك يوسف بتتلسع اوعى ايدك عشان اخد راحتي انا مستعجل هو عشان ياكل البط هياكل مربى لما يزهق سامع القطعين احط لك حبه كمان ماشي تمام معلقه صغيره بطيها شويه بس ما تبهدلش جامد زي ايه الغرفه الكبيره دي عايزه البرطمانات كبيره يعني لها برضه برطمانات كبيره وعلى. ممكن بقى نشكلها في الوقت دوت زبيب على زي ما عملنا في الكبير سوداني على سلسل وشكل بقى مثلا جوز الهند على زبيب مثلا احنا هنبلع على البرطمانات زي ما دي احنا عندنا كده كميه تنوع برطمانات تانيه اكتر اللي هي المال ال 10 كيلو رمى ورمى جامد خلي بالك احنا كده مش بعيد اكتر من سنه كمان ولا يا يوسف ولا يا سلسل ايوه اكتر من سنه وكده يا جماعه عملنا معاكم جميع الاطعمه وهكمل الباقي واقول لكم على الاطعمه المختلفه اللي هي ممكن تبقى مثلا جوز الهند مع الزبيب بس طبعا هجهزها برطمانات وارجع لكم تاني وبكده تابعوني عشان اوريكم باقي حاجه تخلص ازاي ده كده يا جماعه المربى بعد ما خلصناها خالص وزي ما اتفقنا ان احنا عملناها باطعمه مختلفه عشان خاطر الاعلام ما يزهقوش حاجة جديدة حاجة حلوة موجودة المفروض تبقى موجودة في كل بيت نشكل بقى برطمانات مخللات مختلفة مربات مختلفة يبقى البيت كده عمران بالحاجات الحلوة وفي نفس الوقت الأطفال يلاقوا حاجة مفيدة وفي نفس الوقت نستفيد بالبرطمانات اللي بتبقى موجودة في البيت وفاضية ومبقاش عارفين نستخدمها أو نعمل بيها إيه بالظبط فإن شاء الله هبقى معاكم على طول وأعمل لكم كل جديد وتابعوني عشان ان شاء الله المره الجايه هنعمل مربى جديده وان شاء الله تعجبكم وتقولوا لي رايكم ايه و...
يسلموني على حبايب الاطفال واقول لهم هما يومه تنفعكم بالمربات الجميله اللي مليانه فيتامين سي وسكريات تديكم طاقه. يقولوا لي رايكم ايه عشان رايكم يهمني. سلام.